مساء الخير مشاهدينا الكرام، عناوين النشرة الرئيسية: خسائر مادية تخلفها الأمطار الغزيرة التي شهدتها كل من تطوان والمضيق والفنيدق والقصر الصغير، ارتفاع في منسوب المياه وعرقلة لحركة المرور. بالمهدية عملية أمنية مشتركة تسفر عن إجهاض محاولة لتهريب الدول للمخدرات عبر المسالك البحرية وحجز ما يناهز 9 أطنان من مخدر الشيرة. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على 3 مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للمنظومة الانتخابية تتعلق بمجلسي النواب والمستشارين وبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ثم بالأحزاب السياسية. الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 متواصلة، والوحدات المتنقلة تعمل على تأمين التلقيح للأشخاص المسنين الذين لم تسعفهم الظروف الصحية من التنقل. نستضيف ضمن هذه النشرة الخبيرة في القضايا الأمنية والأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط المختار عمارة. مرحبا بكم سيد مختار. شكرا جزيلا على الدعوة. مرحبا، أهلا بكم. بداية هذه النشرة ببرقية تهنئة بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى رئيس جمهورية غانا نانا أكوفو آدو، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بذكرى استقلالها. زخات قوية محليا رعدية سجلت بعدد من أقاليم المملكة، وحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية فإن هذه التساقطات المطرية سجلت ما بين 12 من زوال أمس إلى حدود زوال اليوم، وكانت بتطوان 51 ملمتر، النواصر 42 ملمتر، 36 ملمترا بأسفي، بني ملال 25 ملمتر، فسيس 23 ملمترا، خريبقة 19 ملمتر، ستات 15 ملمتر، سيدي إفني 12 ملمترا، بلسليمان وتيزنيت 11 ملمتر، مكناس الدار البيضاء 10 ملمترات، فيما تراوحت باقي الكميات المسجلة ما بين 9 ملمترات وأقل من ملمتر في كل من الصويرة، مراكش، بنقرير، إفران، الجديدة، المحمدية، طنجة، ميدلت، الرباط، سلا، القنيطرة، طنطان، أكادير، العرائش، تازة، سيدي سليمان، توريرت، قولميم، شفشاف والحسيمة. والتساقطات المطرية المهمة التي شهدتها تطوان صباح اليوم تسببت في عرقلة حركة السير على مستوى الطريق الرابطة بين تطوان والمضيق، وبالضبط الجماعة الترابية الملاليين التي تضررت ساكنتها من جراء الأمطار، حيث غمرت المياه العديد من المنازل والمحلات وتسببت في انقلاب إحدى الشاحنات. ربورتاج فنى شاكر العلاوي وعبد العالي قنوني. تطوان وتساقطات مطرية أدت صباح اليوم إلى غمر المقطع الطرقي المؤدي إلى المضيق على مستوى الجماعة الترابية الملاليين، لتتسبب في عرقلة حركة السير وانقطاعها بأحد أجزاء الطريق، مخلفة استياء مستعملي الطريق الذين يضطرون لعيش نفس المصير بهذا المقطع الطرقي مع كل تساقطات مطرية تشهدها المدينة. ضبطنا في الصباح كانت الامور شويه قدرنا نسلكوا، ولكن هنا كاين صعوبات باش نوصلوا للمدينه، وهادشي كيتكرر كل ما كيكون شي حمله ديال الشتاء بحال هذا كيتكرر هادشي هذا. وضعية الطريق المغمور بالمياه بفعل التساقطات المطرية على مستوى دوار الريحانة بالجماعة الترابية الملاليين أدت إلى انقلاب إحدى الشاحنات، فيما غمرت مياه الأمطار العديد من المنازل والمحلات مسببة خسائر مادية لساكنة الريحانة التي تتكرر معاناتها كل فصل شتاء. نحن واقفين ليه الطريق مقطوعة، وهو داخل هو ما عرفش الطريق، ومن اللي دخل من هنايا احنا باش غادي نغوتوا عليه ما غاديش يسمعنا. تبلنا احنا لقينا كنقولوا السلام يا ربي السلام السيد، تبلنا تك الكاميون. كنا وباكل تكرارا كيتكرر هادشي هذا، الله يحسن العون، الناس كاملين هنا مضرورين بهادشي هذا، كاين الناس ما عندهاش يمين تخرج دابا حاليا، مغلوق الله يحسن العون، ما عندها كلشي، مشالو مع الكسيبه، مشالو من كلشي، ما كاين حتى شي حاجه. هادشي هذا حنا دخل علينا الما اليوم هنايا، انا عندي اللوح ديالي هنايا كامل تكرفص لي، ما كاين حتى شي حاجه، عييت من الشطاب، عييت من في الصباح. بزاف هادشي هذا، عندنا الكسيبه هنايا عاود دخل عليهم الماء، عندنا الدجاج تا هما ليهن عاود دخل عليهم الماء.
خسائر مادية إذن تتكبدها ساكنة دوار الريحان بتطوان لمرات متتالية بسبب الفيضان مع كل تساقطات مطرية تستوجب التفكير في حلول قد تحمي هؤلاء من المعاناة. والتساقطات الهامة التي عرفتها المنطقة تسببت في ارتفاع منسوب مياه واد سمير لتغمر المياه العديد من المناطق المنخفضة على مستوى منطقة بوزغلال بالمضيق، الأمر الذي جندت له عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية ووسائل لوجستيكية مهمة قصد التدخل لحماية الساكنة. معطيات أخرى عن أسباب هذا الفيضان نتابعها مع ياسين وهبي رئيس قسم التدبير المستدام للموارد المياه بوكالة الحوض المائي اللوكوس. انعرفت منطقة المضيق في نيدق تساقطات مطرية مهمة اللي بلغت 114 مليمتر واللي تسجلت من مساء الأمس إلى حدود الآن. هذه التساقطات اللي كانت مركزة في الزمان بحيث أنها فقط 70 مليمتر ما بين الساعة 12 ليلا إلى 7 صباحا. هذه التساقطات اللي أدت إلى ارتفاع منسوب مياه واد سمير وبذلك إلى غمر واحد مجموعة من المناطق على مستوى منطقة بوزغلال اللي خصوصا المناطق المنخفضة منها. هاد التساقطات هذه اللي كانت مركزة والحمد لله لم تؤدي إلى خسائر. وهنا كتجدر الإشارة إلى أن سد سمير لعب واحد دور كبير في تصفيح الحمولات ديال واد سمير بحيث ان بلغ معدل الواردات في هذه الفتره هذه ديال التساقطات ما يفوق 300 متر مكعب من الثانيه، في حين ان كانت المياه اللي خرجت من السد لا تفوق 40 متر مكعب الثانيه، وهذا دون اللجوء الى اي افراغات بحيث الشغل مفرغ القعر لوحده. وهنا كنشيروا الى ان هذه الحمولات المهمه اللي كان من الممكن تعرفها منطقه بوزغلال في حاله عدم وجود سد ان كان يمكن انها تؤدي الى ارتفاع منسوب مياه واد سمير الى مستويات جد قياسيه واللي كان مع من الممكن انه يكون معه خسائر لا قدر الله. ساكنة المناطق الجبلية تأثرت بالتساقطات المطرية التي عرفتها عدة مناطق بإقليم الزلال، أمطار استبشر بها السكان والزوار خيرا. محمد الوهيبي وعمر جليدي. عرف إقليم الزلال تساقطات مطرية هامة ضمن المناطق المستفيدة تنالت على بعد 30 كيلومتر عن مدينة أزيلا، أمطار خلفت ارتياحا كبيرا لدى عامة المواطنين الذين كانوا متعطشين لغيث نافع. تبرولي شطار هذا البارح ما كان لا خسارة لا والو، هذا العام عطى الله الخير. بفعل المنطقة أنها تعتمد على الفلاحة، إذن احنا محتاجين للأمطار الخير. التساقطات المطرية عمت مختلف مناطق أزيلال، أنعشت الزرع والضرع وقوت آمال الساكنة في موسم فلاحي جيد. من مدينة بني ملال وجينا عندنا النساب ديالنا والحمد لله من نهار جينا والشتاء خدامة الحمد لله، وانت تشوف الطبيعة كي دايرة وكتشوف هاد الأمطار الخير. عطا الله الخير، طبيعة موجودة، النحل راه شبعان، عطا الله اللوز والحمد لله. مظهر من مظاهر الفرحة والابتهاج في نفوس المواطنين وارتياح لدى الزوار والسياح بهذا الخير الذي عم مختلف مناطق إقليم أزيلال. احنا ساكنين في مراكش وجيت انا وبنياتي لهذه الطبيعه ديال أزوط زوينه تبارك الله، الدنيا خضراء والشتا كطيع. توجدوا بمنطقه أزيلال، صراحه هي منطقه زوينه بزاف وكاينين امطار وواحد الجو غزال تبارك الله، وحنا فرحانين بزاف ونشطين. ساكنين في زاكورا وحاليا جينا أزيلال نشوفوا هذه المنطقه باش نغيروا الروتين اليومي ديال كوفيد وديال الكونفينمون اللي عشنا فيه. لأمطار الخير آثارها على الموارد المائية إذ ستستفز بساطها الأخضر ومياه وديانها وشلالاتها دواخل الزوار والسياح لاكتشاف مواقعها ومناظرها الآسرة. ويرتقب استمرار نزول زخات قوية محلية رعدية وتساقطات ثلجية وهبوب رياح قوية
حتى يوم غد الأحد بعدد من أقاليم المملكة حسب نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي للمديرية العام للأرصاد الجوية. ومن المنتظر أن تهم أيضا زخات مطرية معتدلة قد تكون نسبيا قوية محليا من 20 إلى 40 ملمترا بعد زوال الأحد والليلة الموالية مناطق الغرب والسايس والماس الأطلس المتوسط شرق الريف والواجهة المتوسطية وشمال المناطق الشرقية. كما من المرتقب تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من 1500 متر وهبوب رياح قوية. كما شهدت بعض المرتفعات الجبلية بسلسلة جبال الأطلس المتوسط تساقطات ثلجية مهمة هذا اليوم. والصور التي نتابع من الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين تمحضيت بإقليم إفران وأيتفلة بإقليم ميدلت. من جهة أخرى أفادت المديرية العامة للماء التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بأن حقينات السدود الرئيسية للمملكة بلغت إلى غاية اليوم ما يناهز 8.04 مليار متر مكعب مسجلة بذلك معدل ملء يقدر ب 50%. في موضوع آخر أسفرت عملية أمنية مشتركة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ودوريات ملاحية تابعة للدرك الملكي البحري والبحرية الملكية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن إجهاض عملية كبيرة للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية قرب المهدية وحجز ما يناهز 9 أطنان من مخدر الشيرة. بوشعيب العماري وعبد الرحمن زين. قربت 9 أطنان من مخدر شيرة مجموع الكمية التي تم حجزها في الساعات الأولى من صبيحة أمس الجمعة على متن قرابين قبالة شاطئ مهدية بإقليم القنيطرة، كانت محملة على متن مركب للصيد وكان بصدد تسليمها لأحد الزوارق المطاطية مستغلين بذلك المسالك البحرية. العملية تم إحباطها من خلال تدخل أمني مشترك. بناء على معلومات مهمة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تم القيام بعملية مشتركة بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والدرك الملكي البحري والبحرية الملكية. هذه العملية مكنت من توقيف طاقم المركب المكون من 7 أشخاص وحجز 270 رزمة للمخدرات يقدر وزنها بحوالي 9 أطنان. تندرج هذه العملية في إطار المجهودات المبذولة لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والعمل المشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية. إجهاض هذه العملية لم يقف عند هذا الحد، بل لازالت الأبحاث متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد امتداداتها العابرة للحدود وكذا الكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية. وللحديث عن هذا الموضوع يحضر معنا كما ذكرنا في بداية هذه النشرة الخبير في القضايا الأمنية والأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط المختار عمارة. مرحبا بكم سيد عمارة مجددا. شكرا. إذن بداية أستاذ، لو تقربنا من طبيعة هذه العملية النوعية وامتداداتها على مستوى التهريب الدولي للمخدرات. بداية تنتقدم بالشكر للأجهزة الأمنية على اليقظة ديالها، وهذه العملية هذه هي ليست وليدة هذه اللحظة، إنما هي امتداد لمجموعة من العمليات. يعني نأخذ على سبيل المثال للحصر، نشوفه في أواخر سنة 2020 يعني في شهر 8 كانت عملية نوعية مع اختلاف في المواقع. عملية نوعية كانت في منطقة مديونة وتطمن اللي يقرب من مدينة الدار البيضاء، وكانت الكمية التي تم ضبطها 13 طن. بعد ذلك في شهر 10 تم عملية أخرى ب 11 طن، وبعد ذلك في شهر يناير 2021 كانت عملية نوعية أخرى ب 5 ديال الأطنان. والآن العملية ديال مدينة ديال السواحل المهدية. ما يميز هذه العملية هذه أنها يعني تم إيقافها أو ضبطها على مسافة 54 كيلومتر من السواحل المغربية في المياه الإقليمية المغربية بالطبع. هذه الخاصية الأولى. يعني انتقلنا من داخليا على مستوى الموانئ طنجة الناظور المدن الداخلية إلى العمليات البحرية.
هذا هذه النقطة الأولى اللي تتميز هذه العملية. اللي تميز الثاني هو المتدخلين في ضبط هذه العملية. يعني كاين هنالك تنسيق أمني ليس فقط على مستوى إدارة العامة للأمن الوطني ولكن أجهزة أمنية أخرى، مما يدل على أنه العمل الأمني في المغرب ليس عمل يعني يعني مشي جماعي، عمل جماعي على مستوى عالي من الحس الأمني ومن الحرفية، مما سهل على القيام بهذه العملية. الخصوصية الثانية هو أنه الآن تتأكد هذه العملية على أنه المهربين أو تجار المخدرات على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي استشعروا بشكل كبير بأنه الطرق التقليدية اللي هي عبر الموانئ أو الداخلية أصبحت يعني مغلقة أمامهم في ظل هذه اليقظة الأمنية والمستوى العالي اللي تعترف به ليس فقط يحس به المواطن المغربي ولكن تحس به حتى الدول، يعني باعتراف الدول الأجنبية. فلجأوا إلى أساليب جديدة، أكدت مرة أخرى على أن الجهاز الأمني المغربي بمختلف تلويناته ومكوناته راه الآن يعني تأكد المسار التطور ديالو واليقظة ديالو والسهر ديالو على الأمن المغرب بل على دول أخرى على المستوى الدولي. أستاذ عمر، المصالح الأمنية تمكنت كذلك بالأمس بالجديدة من إجهاض عملية لتهريب الدول المخدرات، كما تمكنت خلال الأشهر الماضية من توقيف مجموعة من الشبكات الإجرامية ضمن سلسلة هذه العمليات النوعية. كيف تقيمون حصيلة هذه العمليات في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وما هي أبرز مرتكزات استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في هذا المجال؟ كما قلنا سابقا في العديد من اللقاءات وفي العديد من الحوارات سواء التلفزية أو الأكاديمية هو أنه العمل الأمني في المغرب ليس يعني تنتظر وقوع عمليات للتدخل أو وقوع أخبار للتدخل، وإنما الحاجة اللي خصهم يعرفوها سواء الشبكات الدولية على وجه التحديد هو أن كان هنالك عمل استباقي، عمل استخباراتي، عمل أمني على مستوى عالي بالنسبة لمواجهة هذا الخطر. هذا العمليات النوعية اللي قام بها المغرب على مستوى الإدارة العامة للأمن الوطني كما قلنا باقي الأجهزة الأخرى تقوم على واحد الحس دقيق جدا، وهو أنه كاين هنالك مواقع للتجارة في المخدرات سواء على مستوى الزراعة أو الإنتاج إلى غير ذلك من منافذ متعددة. فعلا كانت هنالك جبهات فتح كان يراد فتحها وهي الجبهة ديال الصحراء المغربية على مستوى منطقة الكركارات، فتدخل المغرب بحزم وبشكل يعني فعال باعتراف المجتمع المنتظم الدولي لأن كانت هنالك اتجاه لهذا الجانب. هذا يمكن هذه هي الثغرة الوحيدة التي كان يمكن للشبكات الدولية للتهريب بمختلف انواعها وعلى راسها المخدرات كانت يمكن تشكل يعني ثغره بالنسبه للمغرب، ولكن اليقظه الامنيه وتضافر الجهود وتضامن مكونات المجتمع المغربي والاجهزه ديالو حدت حتى من هذا الجانب. لذلك الان تنشوفوا بانه بداوا يدخلوا للعمق المغربي، يعني منين تنقولوا بانه في سنه 2020 كانت في تطملي الدار البيضاء هذه سابقه، منين ولينا تندخل البحر المغربي يعني 54 كيلومتر على السواحل المغربيه، هذا يعني المنافذ اللي هي معروفة تقليديا أصبحت الآن يعني لا نقاش فيها من ناحية التغطية الأمنية. المختار عمارة الخبير في القضايا الأمنية والأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، شكرا لكم. باقي فقط جزئية أخرى وهو أن هذه العملية هذه النوعية هذه إلا لاحظنا بأنه جميع العمليات ديال التهريب ديال المخدرات بهذه الكميات 13 طن 11 طن إلى غير ذلك نحن نعلم والكل يعرف وفيها جزم بأنها غير موجهة للاستهلاك المحلي أو في شمال إفريقيا وفي إغرب إفريقيا، فهي موجهة لأوروبا بتحديد. إذا المغرب يقوم بدور فاعل ومهم بالنسبة للأمن ديال الدول الأوروبية، لذلك هذه الرسالة هذه لابد أن يقرأها الفاعلين في أوروبا وتحديدا ما يعني اللي ضد الوحدة الترابية بأنه راه الأمن ديال المغرب والأمن ديال أوروبا أصبح رهينا بالاستقرار ديال المغرب وبوضع حد للعديد من التجاوزات وبعض المناطق التي يدعو إليها في أوروبا البعض المنادين اللي ما عارفينش القضية ديالنا القضية الوطنية اللي هي قضية الصحراء المغربية بأنها مسألة أمنية
اليوم هما اولا وحده ترابيه لينا حنايا ومساله يعني مصير بالنسبه لبلادنا. نعم. وقضيه لا يمكن ان نتنازل عليها. شكرا لكم استاذ مختار عمارة الخبير في القضايا الامنيه واستاذ بجامعه محمد الخامس بالرباط، نشكركم على كل هذه المعطيات. شكرا لك سيدتي. نواصل بالشان التشريعي. مساء امس صادق مجلس النواب في جلسه عموميه بالاغلبيه على مشاريع قوانين تنظيميه مؤثره للمنظومه الانتخابيه تتعلق بمجلسي النواب والمستشارين وبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ثم بالأحزاب السياسية. رشيد يكن وعبد الفتاح زوين. بتصويت مجلس النواب على مشاريع النصوص التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية يكون المجلس قد أسدل الستار على النقاش الذي واكب هذه القوانين وعلى رأسها التعديلات التي همت اعتماد القسم الانتخابي عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية عوض المصوتين. أنه الأصوات ديال الشعب اللي كيشارك في الانتخابات واللي كتقيد في اللوائح يعني عنده الرغبة، احنا كنخدموا باش ان شاء الله الجميع ينخرط في العملية الانتخابية، يعرفوا الناس باللي الصوت ديالهم غادي يتخذ بالعين الاعتبار. هذا القسم الانتخابي أساس المسجلين هو تعديل غير دستوري، نقولها بكل قناعة وبالفم المليان. ثانيا، ليس هناك تجربة في العالم تسند هذا الاختيار البئيس، وهذه فضيحة شرعية بجلاجل، ونحن نعبر بكل أسى وبكل أسف أن هذا الاختيار إضافة إلى حذف العتبة سيدخل المجالس الترابية في خارطة من البلقنة بئيسة جدا. ضروري نديروا إجراءات، ربما نكونوا خاطئين فيها، ربما نكونوا، ولكن من بعد كاين المحكمة الدستورية، إلى خطأنا هي غترجعنا لجادة الصواب. كنت كنتمنى من السيد رئيس الحكومة أنه هو اللي يلقى الحل داخل الانسجام الحكومي وداخل مشاورات اللي كتكون، ولكن من حل الامر على البرلمان من حقه التشريع، ولا كاين شي مكان فين كتمارس الديمقراطيه كتمارس داخل قبه البرلمان. القوانين التنظيمية التي تمت المصادقة عليها أمس تحظى بأهمية بالغة في مسار البلاد على المستوى السياسي، خاصة تنظيم مستوى الحياة التمثيلية الوطنية، على اعتبار أنها تؤسس لمناخ جديد تسوده المنافسة الشريفة والعادلة. تبنينا كل ما جاء في القوانين التنظيمية اللي جات بها الحكومة بعد مشاورات طويلة مع الأحزاب السياسية طيلة سنة، ثم بعد تجويدها في اللجنات الداخلية في التعديلات اللي داروا اللي كتهم بعض المواضيع اللي ما كانش عليها توافق، تنعتبروا اليوم أننا بصدد التعبير على إرادة ديال الأمة من خلال هذه المؤسسة التشريعية. جلسة الأمس وبالرغم من تأخر انعقادها احتراما لشروط التباعد الاجتماعي بسبب الحضور المكثف لأعضاء المجلس، فقد حسمت في الجدال الذي صاحب مراحل دراسة ومناقشة والتصويت على المنظومة التشريعية المعروضة على مجلس النواب. وللمزيد من المعطيات والتوضيحات حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الدار البيضاء الدكتور عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط. أهلا بكم دكتور. إذن كما تتبعنا، صادق مجلس النواب على عدد من مشاريع القوانين والتي ستؤثر العمليات الانتخابية المقبلة، ما هي العناوين البارزة لهذه المشاريع؟ يبدو لي بأن العنوان البارز والجد المهم هو مواصلة التمييز الإيجابي لفائدة النساء ولفائدة تمثيلية النساء، وهذا أمر مهم لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الجهوي. الأمر الثاني الذي حظي بمناقشة كبيرة وبتتبع كبير أيضا وهو المتعلق بالقاسم الانتخاب ناهيك، أما أذكر من تعديلات على مستوى مجلس المستشارين والتي ترم بطبيعة الحال منحات تمثيلية متزنة خاصة فيما يتعلق بتواجد تمثيلية عرب العالم. ثم لا بد من القول بأنه أيضا الأحزاب السياسية اليوم أراد المشرع من خلال تعديل القانون المتعلق بالأحزاب السياسية أراد أن ينهض بمجموعة من المهام التي تقوم بها، وبالتالي تشجيعها على يعني نوعا ما اكتشاف عالم التواصل الرقمي، وأيضا من خلال تمكينها من مراكز للبحث والتفكير الاستراتيجي التي ربما قد تخدم برامجها في المستقبل، ناهيك عن اعتماد التدبير
عقلاني والحكامة الجيدة فيما يتعلق بتدبير الموارد العمومية الممنوحة للأحزاب السياسية. إذن هذه هي العناوين الكبرى التي بطبيعة الحال ميزت التعديلات القانونية التي أدخلت على المنظومة التشريعية الخاصة بالانتخابات. النقطة التي أثارت الكثير من الجدل هي تلك المتعلقة كما ذكرتم بالقاسم الانتخابي، هل يمكن تقريبنا من تعريف القاسم الانتخابي ولماذا أثار كل هذا الجدل؟ القاسم الانتخابي كما هو معروف هو آلية دقيقة وضعها المشرع وتعتمد في الكثير من الدول من أجل توزيع عدد المقاعد. وبطبيعة الحال في كل دول العالم القاسم الانتخابي يتمثل في عدد الأصوات المعبر عنها. هناك اختلاف في بين الدول، البعض يأخذ بكل الأصوات المعبر عنها والبعض يسحب منها الأصوات الملغاة. القاسم الانتخابي الجديد في المغرب والذي بطبيعة الحال ستقتسم على ضوئه وستوزع على ضوئه المقاعد، وهو أنه أخذ ويدخل لأول مرة عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية كأساس يعتمد في توزيع المقاعد. نعم، نكتفي دكتور عبد العزيز قراقي بهذه المعطيات ونعتذر عن رداءة الصوت من المصدر، ونواصل بجديد الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا ببلادنا. بلغ عدد المستفيدات والمستفيدين من الحقنة الأولى 3,913,615 شخصا، إضافة إلى 578,942 تلقوا الحقنة الثانية. وزارة الصحة أعلنت كذلك عن تسجيل 407 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و509 حالة شفاء وثلاث حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية. وتواصل الوحدة المتنقلة مهمتها بدواوير تنغير من أجل تلقيح المرضى الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمركز الصحي بجماعة توريرت. تمر هذه العملية في أجواء محكمة التنظيم، والمرضى لن يتحملوا عناء التنقل بفضل فريق مؤهل ينخرط في العملية بتفان وبمهنية. زين أيتلامين، محمد تونينا، وفاء الدكالي. تشق القافلة طريقها صوب دواوير تنغير. برنامج اليوم مرضى طريح الفراش. في المبرد تحفظ العبوات، لا شيء يترك للعبث، فللتلقيح ضوابط السلامة. في منزلنا ضيوف من نوع خاص، طاقم طبي ورجال سلطة لضبط ترتيبات العملية. المرأة المقعدة أمراضها مزمنة لكنها ليست ضمن موانع التلقيح. الجرعة الثانية نهار 1 في شهر 4 إن شاء الله، والرقم الأخضر في حالة عندها شي دوخة ولا شي حاجة حست بها تتصل بهذا الرقم. اتصلوا صحاب المستشفى، قالوا لك باش تدخل برا في المستشفى، هي ما قدرتش تمشي. والمهم دابا الحمد لله جاوا حتى لهنا وداروا الواجب، جزاهم الله خيرا. إلى عنوان آخر بنفس الدوار يتوجه الفريق. تطرق الأبواب تباعاً فالقائمة ملأة، نفس الترتيبات والإجراءات التي تشهدها كل مستوصفات المملكة. أنا مريض، ما قديتش نمشي للبلاصة ديال التلقيح، والناس جاوا اللي عندي الله يكثر خيرهم. الله يسلم عليك. نظمت المديرية الجهوية اللي درعت تفيلات وحدة متنقلة لكي تستفيد الفئة الهشة التي لا تستطيع الالتحاق بمراكز تلقيح من التلقيح. على من الدور؟ هناك في الحي المجاور منزل شيخ طاعن في السن لا يتبين الطريق جيدا، والتنقل للمركز مهمة عسيرة. اليوم يتلقى الحقنة الأولى. لم أستطع الذهاب إلى مركز التلقيح، واليوم قدم رجال السلطة وفريق المستوصف لمنزلي وتمكنت من التلقيح. المبادرة زوينة، وكنشكروا الهلال الأحمر اللي حتى هما عاونونا في هذه العملية، والسلطات المحلية اللي خلات هذه العملية كتمر في ظروف زوينة. يبرحون حيطان المركز الصحي
يولون وجوههم صوب القرى والجبال، يحلون عند أناس أعجزهم المرض وضعفت منهم الأبدان في مهمة إنسانية، يسابقون الزمن في صراع مع جائحة تركت ندوبا في النفوس والأبدان. تدبير المملكة للحملة الوطنية للتلقيح محط إشادة وتنويه من طرف الصحافة الدولية، مقالات وتحليلات سلطت الضوء على نجاح حملة التلقيح ضد كوفيد-19 بالمغرب، ما مكنه من تبوؤ مكانته بين الدول الأكثر تقدما في هذا المجال على الصعيد العالمي. محمد رضا العبيدي. في زمن الجائحة المملكة المغربية تخلق الحدث، هي الاستثناء وهي النموذج وهي الناجعة والناجحة في تدبيرها لعملية التلقيح ضد وباء كورونا. هكذا تنظر وسائل الإعلام الدولية على اختلاف مشاربها ولغاتها إلى إدارة المغرب لحملة التلقيح، إدارة بوأته المرتبة الأولى إفريقيا من حيث عدد معدل المستفيدين والمرتبة 15 على الصعيد العالمي، نجاح يستحضر الخبراء والأخصائيون تفاصيله في إطلالاتهم على وسائل الإعلام الدولية كما نتابع هنا. Au Maroc, il y a plus de vaccinés qu'en France. Au Maroc, aujourd'hui, il y a plus de personnes vaccinées qu'en France. وهنا. Yeah, and actually, I just heard from my sister just before we went on air. She has just had her first jab of the AstraZeneca vaccine. She's managed to get it in Morocco faster than my husband and I can get a jab here in the United States. You see that some countries are ahead of the curve on distribution of vaccine. وعبر مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والبصرية والإلكترونية تتواصل الإشادة، عناوين مختلفة تتحدث عن المغرب كنموذج عالمي في إدارة أزمة كورونا وتدبير اللقاح، وتتساءل عن السر وراء ذلك، سر تستفيض وسائل الإعلام الدولية في الإحاطة بتفاصيله وتعود إلى 28 يناير تاريخ إعطاء جلالة الملك انطلاقة حملة التلقيح. حملة هي ثمرة التزام ملكي وتدبير استباقي جنب المغرب الأسوأ، وعلى ضوئه اختيرت اللقاحات المناسبة أسترازينيكا وسينوفارم، قدمت الطلبات، هيئت مستودعات التخزين، وضعت الخطط وسطرت الأهداف وأحدثت المحطات والوحدات القارة منها والمتنقلة، وحددت الفئات المستهدفة مغاربة ومقيمين. نجاح تؤكده الأرقام، عدد المستفيدين إلى اليوم يناهز 4 ملايين، فيما 579,000 شخص استفادوا من الحقنة الثانية. رقم آخر تدلي به الصحافة الدولية التي أشارت إلى أن المغرب يمثل لوحده 94% من عدد الأشخاص المستفيدين من التلقيح في القارة السمراء، معطيات تجتمع لتصنع نجاحا مغربيا آخر غايته حماية الصحة العامة وتقليل التأثير الاجتماعي والاقتصادي للجائحة والتقليص من عدد الوفيات مع ضمان نسبة تغطية لا تقل عن 80%، هدف يمضي فيه المغرب قدما لتحقيق المناعة الجماعية وخلق استثناء يشيد به القاصي قبل الداني. على المستوى العالمي الوباء يتباطأ في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من بلدان المعمور في الوقت الذي تعرف فيه أوروبا تزايدا في أعداد الإصابات، وسباق ضد الساعة لتوفير اللقاح المضاد لكوفيد-19، حيث دعت منظمة الصحة العالمية إلى توفير الضمانات لزيادة إنتاج كميات أوفر من جرعات اللقاح وتزويد البلدان الفقيرة باللقاحات في إطار آلية كوفاكس. إبراهيم المرزوقي. بعد أزيد من أسبوع على بدء تزويد عدد من البلدان خصوصا في إفريقيا باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إطار آلية كوفاكس، طالبت منظمة الصحة العالمية بتعليق حقوق براءات الاقتراع الخاصة بالأدوات التي تحتاجها البلدان الفقيرة لمكافحة جائحة كورونا، وذلك من أجل زيادة إنتاج جرعات اللقاح وتمكين هذه الدول من الاستفادة منها. وفي عدد من دول العالم تتواصل عمليات التلقيح ضد مرض كوفيد-19، حيث تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية لحد الآن تطعيم أزيد من 80 مليونا من الأمريكيين، كما تجاوزت بريطانيا أكثر من 20 مليونا،
هذا في الوقت الذي لا تزال تعاني فيه بلدان أوروبية أخرى من بطء كبير في هذه العملية. موازاة مع هذا، عرف المعدل اليومي للإصابات بالوباء على المستوى العالمي تراجعاً إلى النصف في غضون شهر واحد فقط، بينما تراجعت وفيات الوباء في العالم بنسبة 7% وبلغت أزيد من 62 ألف حالة وفاة الأسبوع الماضي، وذلك بمعدل 8800 حالة وفاة في اليوم. نواصل الخبر الوطني من جهة قلميم ودنون، التي التأم بها لقاء تنسيقي جهوي حول تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، قطاع يحتل مكانة بارزة في الجهة للارتقاء بالمنظومة التعليمية ودعم المدرسة العمومية عن طريق إنشاء وتأهيل المؤسسات التعليمية. الحافظ محضر وجمال الخصاصي. محطة خامسة من سلسلة اللقاءات التنسيقية الجهوية التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بقصد رصد محصلة تنزيل مشاريع القانون الإطار ووضعية تنفيذ برنامج العمل الجهوي لقطاع التربية والتكوين لسنة 2021. اليوم الحمد لله المؤشرات جد متميزة. اليوم استطعنا بفضل الشراكة المتينة بين مجلس الجهة والجامعة، أعطينا واحد البعد جامعي لهذه الجهة. الحمد لله يمكننا نفتخر بأن اليوم كل إقليم له على الأقل مؤسسة جامعية. لقاء تم خلاله التوقيع على اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل وإنجاز وتجهيز المدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة الوطية بإقليم طنطان، مشروع رصد له المتدخلون 60 مليون درهم. كما تم التوقيع أيضا على اتفاقية بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وجامعة ابن زهر بأكادير من أجل تعزيز آلية الشراكة التعاقدية الرامية إلى بلورة برامج تربوية وتأهيلية. اتفاقية أخرى أبرمت مع المعهد الفرنسي بأكادير. تعزز هذا الوضع اليوم بتوقيع اتفاقية جديدة لإنشاء مدرسة عليا للتكنولوجيا بمدينة الوطية بإقليم طنطان، وتأتي هذه المؤسسة لتعزز الأربعة السابقة وهي مؤسسة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بقلميم وكلية الاقتصاد والتدبير بقلميم و المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بسيدي إفني وبأسا كلية متعددة التخصصات. هناك عدد من المشاريع المهمة التي انخرطت بها الجهة إلى جانب أو بجانب الوزارة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، بداية ببرنامج تنمية المندمجة الذي تم التوقيع عليه أمام صاحب الجلالة نصره الله وأيده سنة 2016 بمبلغ يتجاوز 178 مليون درهم اللي هي مساهمة الجهة في هذا البرنامج. كنطمحوا انه هذه المؤسسات تلعب دور في الانماء في النمو الاقتصادي للجهه والاقاليم، وايضا لوضع فرص جديده كتسمح لاولاد المنطقه خريجين الجامعه في النظام الجديد في اطار البكالوريوس في اطار الماستر وايضا ان شاء الله في اطار الدكتوراه انهم يتوفقوا في مجال البحث عن الشغل. لقاء إذن يأتي لتدارس سبل تعزيز مكتسبات إصلاح منظومة التربية والتكوين على صعيد كل جهات المملكة. أما بجهة الدخل ويد الذهب، فانطلقت النسخة الثالثة من برنامج رواد الغد بالمغرب الذي يهدف إلى دعم الجيل القادم من الرواد الشباب وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم في مجال الاتصال والابتكار. بكر دليمي ومحمد الدس. بالداخل، انطلقت النسخة الثالثة من برنامج رواد الغد بالمغرب بجهة الدخل وادي الذهب، ويهدف البرنامج الذي أطلقته جمعية أنوال بشراكة مع السفارة الأمريكية بالمغرب إلى دعم الجيل القادم من رواد الشباب وتعزيز مهاراتهم القيادية ومعارفهم في مجال الاتصال والابتكار.
So I'm here for the launch of our Moroccan. أنا هنا لإطلاق عقد برنامج رواد المستقبل بالداخل. يحضر معنا 20 من الشباب الرواد الأمريكيين، والهدف هو تقاسم وتبادل الخبرات في مجال التدبير والتواصل. Even more effective in their communities. برنامج موروكو فيجوال ليدرز هو برنامج كيهدف أننا نطوروا من المهارات القيادية والعملية لمجموعة من الشباب في مجموعة من المناطق في المغرب. إحنا في الدورة هذه كنتواجدوا في لاغيجون ديال الدخلة والذهب باش نخدموا مع 20 شابة وشاب اللي هما ديجا منخرطين في العمل الجمعوي باش نطوروا من القدرات الريادية ديالهم باش يخلقوا مشاريع ذات أثر اجتماعي كبير اللي غيحلوا بها مجموعة من المشاكل الاجتماعية اللي عندنا في المنطقة. البرنامج هذه السنة سيستفيد منه 20 شابا وشابة من شباب جهة الدخل وادي الذهب، ويسعى هذا البرنامج لتنمية المهارات والمعارف القيادية للمشاركين، وستتيح لهم فرصة تطوير علاقاتهم القيادية مع الأفراد والفرق. نشرف بتمثيل جهة الدخل وادي الذهب في هذا البرنامج اللي طبعا غادي يمكننا من تحسين مهاراتنا القيادية، وأيضا من يعني استغلال هذه المهارات اللي غادي نتعلموها في المجالات المهنية والعملية، وأيضا نتمكنوا من أننا ما يبقاش عندنا ذاك المشكل ديال التواصل مع العالم الخارجي، لأننا غادي يعني غادي تعطينا الفرصة باش أننا نكون عندنا نفس المهارات اللي كيتمتعوا بها ناس اخرين قياديين في دول اخرى. قرتك في MFL he's just for young Moroccan leaders، وش حاجه اللي كتعجبني بزاف والهول كونسيبت عجبني بزاف وحسيت براسي متشوقه بزاف باش انني نبدا. That's it. المستقبل شنو خاطيك هذه؟ باش نعرف نجيغي دي سيتياسيون اللي غادي تحطوا ليا في المستقبل، وباش نعرف نخدم المجتمع ديالي. على مدى 3 أيام من التبادل والتعاون والإعداد، سيتمكن المشاركون من تطوير مهاراتهم القيادية من خلال لقاءات تهدف إلى تنمية الصفات تجعل من كل واحد فيهم رائدا فعالا وإشراكهم في المجتمع المدني. كما سيتيح البرنامج للمشاركين على مدى 5 أشهر من التدريب والتأطير تصميم مشاريع ذات أثر اجتماعي عالي، وستكافأ الأفكار ذات الأولوية وتدعم على أرض الواقع. دائما في إطار التعاون المغربي الأمريكي الذي يشمل عدة مجالات من بينها التعليم الثانوي الذي يندرج في إطار برنامج التعاون الميثاق الثاني الذي تموله وكالة حساب تحدي الألفية لفائدة 28 مؤسسة للتعليم الثانوي بجهة مراكش السفي. الثانوية الإعدادية المنصور الذهبي واحدة منها. أمين علام ومعتصم بالله بوعزاوي. انخرطت الثانوية المنصور الذهبي بمدينة مراكش في مشروع ثانوية التحدي الذي أطلقته وكالة حساب تحدي الألفية في 3 جهات ببلادنا. البرنامج قطع أشواطا مهمة جعل هذه المؤسسة ورشا مفتوحا لاكتشاف مهارات التلاميذ من خلال توفير المعدات اللازمة وتأهيل الأطر التربوية لتحفيز الابتكار وتنويع التعلمات. سعيد جدا لتواجد اليوم هنا لأتعرف أكثر على التعاون الثقافي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. للشرف أن أطلع على البرنامج التعليمي لوكالة حساب تحدي الألفية والحكومة المغربية. فرصة لا توصف أن ترى التلاميذ والتلميذات بهذا الذكاء. لدينا هبة بقيمة 450 مليون دولار، ونشتغل مع الحكومة المغربية على مشروع التعليم الثانوي الذي رصدت له ميزانية تفوق 100 مليون دولار، والذي يرم تحسين جودة ووجهة برامج التعليم الثانوي وضمان الإنصاف في الولوج إلى هذا السلك التعليمي. 28 مؤسسة تعليمية معنية ببرنامج ثانوية التحدي بجهة مراكش آسفي من بين 90 مؤسسة يشملها المشروع على الصعيد الوطني، تراهن على التلاميذ والمدرسين لإنجاح مشروع المؤسسة التعليمية المندمجة. هي زيارة يعني تؤكد علاقة التعاون وال يعني التبادل في مجالات متعددة، وال يعني العمل المشترك على المستويات السياسية والأمنية والتنموية، وخصوصا في منها فيما يتعلق بالنسبة لنا الجانب ديال النهوض بالتربية والتكوين،
وفي الجوانب المتعلقة يعني بالبنيات التحتية بنيات الاستقبال يعني تكنولوجيا المعلومات في خدمة التربية والتكوين الحياة المدرسية تعلم اللغات ويعني وجوانب متعددة. هذا البرنامج كيشمل كي قلت لك مجموعة ديال الفئات داخل هذه المؤسسات التعليمية. هذه الفئات المحور ديالها هو التلميذ اللي كيهم التلميذ وكذلك الأساتذة وداخل المؤسسة ترميم بعض المؤسسات التعليمية اللي كيقول لكم في هذه الجهات 28 مؤسسة في المغرب كلها وكاينين ثلاثة الجهات اللي كيشملهم هذا البرنامج كاينة فاس مكناس وكاينة طنجة الحسيمة. ثانوية التحدي مشروع يرسخ التعاون الوثيق بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية في مجال التربية والتكوين لدعم الجهود الرامية إلى تحسين نجاعة وأداء الثانويات وتجويد التعلمات للرقي بالمدرسة العمومية المغربية. في إطار تحسين القابلية الإدماج المهني والاقتصادي للشباب وتقوية قدراتهم فيما يتعلق بالتشغيل الذاتي، تم بالفندق افتتاح منصة المبادرات الاقتصادية المندمجة قبل حوالي شهر ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. البورتاج فن شكل العلوي عبد العلي قنوني وعادل المعروفي. إلى فضاء منصة المبادرات الاقتصادية المندمجة بالفنيدق الذي تم افتتاحه مؤخرا يقبل شباب وشابات عمالة المضيق الفنيدق الراغبين في التشغيل الذاتي والذين يحملون أفكارا لمشاريع مختلفة. هنا تتاح لهم فرصة عرض مشروعهم والحصول على الدعم التقني والمالي من خلال مواكبة قبلية وبعدية لإحداث المقاولة. حامل المشروع جد سجلت في المنصة خصوصا أننا نستفيد معهم من التكوين وكذلك مساعدة في دراسة المشروع ديالنا باش ندفعوا لأننا يعني نحصلوا على دعم أو على كريدي من برنامج انطلاقة. احنا الشباب جينا باش نعملوا واحد المشروع ديالنا ونقدموه لأنها هاد المنصة هذه ديال الشباب تقدر أنها تعاوننا ونزلوا المشروع ديالنا لأرض الواقع وأنها تقدر تعاوننا حتى ماديا أنها هاد المبلغ هذا يقدر يوصل لنا 10 مليون. منذ افتتاح منصة المبادرات الاقتصادية المندمجة بالفنيدق أزيد من 300 شاب وشابة من حاملي أفكار مشاريع استقبلتهم المنصة والتي من المنتظر أن تساهم في التنزيل الفعلي لنحو 420 مشروعا على أرض الواقع عبر التكوين والتأطير والمواكبة والتوجيه لإنجاح هذه المبادرات المقاولتية. هذا المنصة الهدف ديالها هو أنه تمكن واحد الإدماج ديال كل المبادرات بما فيها لانابيك بما فيها المركز الجهوي للاستثمار بما فيها الجهة بما فيها الجهات الممولة الأخرى الأبناك على أساس أنه يكون شباك موحد التي يجيو ليه كل حاملي المشاريع وتتم إما يعني التوجيه ديالهم أو المواكبة ديالهم من أجل إنجاح المشاريع. منصة المبادرات الاقتصادية المندمجة بالفنيدق تعد إذن فضاء نموذجي لدعم روح المقاولة وتسهيل هيكلة مقاولات القطاع غير المهيكل بما يسمح بضمان تنمية حقيقية بالمنطقة التي تضررت بشكل كبير من ركود اقتصادي طبع زمن الجائحة. وجهتنا الآن العاصمة البولونية وارسو، جلسة عمل مع سفير المغرب لدى بولونيا عبد الرحيم عثمون مع وفد يضم كبار رجال الأعمال البولونيين من أجل التحضير لزيارة عمل للمملكة لا سيما للأقاليم الجنوبية التي تشهد دينامية تنموية في جميع الاتجاهات. جلسة توجت بتأكيد مجموعات صناعية بولونية كبيرة عزمها الاستثمار في المملكة. أحمد برخديجة. بمقر السفارة المغربية بوارسو عاصمة بولونيا، جلسة عمل تجمع سفير المملكة عبد الرحيم عثمون بوفد يضم كبار رجال الأعمال البولونيين. جلسة عمل تأتي في سياق تعبير العديد من المقاولين البولونيين عن اهتمامهم بفرص الاستثمار بعدد من القطاعات الواعدة من المغرب. اتفقنا وحددنا تاريخ زيارتنا للمغرب. الزيارة ستفتح المجال أمام الشركات والمقاولات البولونية للاستثمار في المملكة والتي تعد بوابة
نحو السوق الإفريقية. منذ عدة شهور ونحن نشتغل على هذا الملف، تشجيع المقاولات البولونية للاستثمار ببلادنا التي تعرف نهضة اقتصادية بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك. وبهذه المناسبة قدمت للوفد البولوني البرنامج التفصيلي لزيارتهم للمغرب شهر مايو المقبل، والذي يتضمن عقد لقاءات واجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين وشركاء اقتصاديين. اللقاء مناسبة كذلك لتسليط الضوء على الدينامية التنموية التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية في جميع المجالات. نحضر جيدا لزيارتنا للمغرب وبالضبط للأقاليم الجنوبية. نحن مستعدون للاستثمار هنالك. نحن متشوقون لزيارة المملكة. وكان ممثلو أربع مجموعات صناعية بولونية كبرى قد وقعوا شهر يناير الماضي إعلان الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. نضال مستمر من أجل حقوق النساء شعار المؤتمر الرابع للقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، محطة تنظيمية لبحث آفاق وتطلعات المرأة المغربية والدفاع عن حقوقها، وعلى رأسها إقرار المناصفة وتحقيق المساواة وتقييم أدائها داخل المؤسسات الدستورية والسياسية. أحمد العلوي وفؤاد الحرش. المؤتمر الرابع للقطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية محطة للنقاش والتداول في مجمل القضايا التي تشغل بال المرأة المغربية، والتي تعد أحد قضايا المجتمع المغربي بكل فئاته وشرائحه، والدفاع عن قضاياها العادلة. فاختيار شعار هذا المؤتمر وكذلك توقيته ليس اعتباطيا، بل يأتي في مساء الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وكذلك في أيام مجيدة بالنسبة لنا في المغرب، لاعتبار أنه يصادف ذكرى خطاب 9 مارس. هذا الخطاب الذي حمل في من بين قيمه الأساسية قيمة المناصفة. ونحن كنساء جبهويات نناضل من أجل مجتمع ديمقراطي حداثي، ونعتبر أن المساواة والحقوق المواطنة للنساء هي جوهر الديمقراطية والحداثة، ونعتبر أن تحرير المرأة هو أن تحرير المجتمع رهين بتحرير المرأة. للإشارة، فقضية المرأة تعد قضية مركزية داخل المشروع المجتمعي لجبهة القوى الديمقراطية، معتبرا أن الحصيلة الحقوقية للنساء على أرض الواقع تبرز تناقضات عميقة واختلالات جوهرية في أجراءات وتفعيل التشريعات وفرض ضمان الكرامة والحقوق والحريات للمرأة المغربية. نتوقف اللحظة عند الفقرة الثقافية مع عبد الرحيم بن شيخي. أهلا بك عبد الرحيم. مساء الخير نادية. البداية إذن مع المسار الحافل والمتميز للإعلامي محمد الصديق معنينو. صحيح، وهو إعلامي مخضرم، فمحمد الصديق معنينو بالفعل إعلامي مخضرم لعقود وكبة عدة أحداث بارزة، أصدر 6 أجزاء من مذكراته في سلسلة تحمل عنوان أيام زمان. مؤخرا أصدر كتابا سلا في القرن 17 جمهورية القراصنة، بورتري إيمان السلاوي وياسين مرافق. محمد صديق معني أنه هو شاهد على تاريخ المغرب الحديث، إنه الإعلامي المخضرم الذي قضى أزيد من 40 سنة في العمل الإعلامي، هو المفكر والباحث أيضا الذي ينفض الغبار عن جزء من التاريخ عبر مؤلف يسبر أغوار السلف القرن 17. القرصنة عامل مهم زعزع الاستقرار في المحيط الأطلسي، ووضع مشاكل أمام التجارة العالمية، وانهارت أمامه الكثير من الخرافات التي كانت تحدث عن قوة الجانب الأوروبي. هذه القرصنة التي تسمى تاريخيا بالقرصنة السلاوية كانت يعني مناسبة للدخول في مفاوضات مع الدول الكبرى الأوروبية، ومنها أساسا بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا، وكان هناك تبادل للسفراء، وكان هناك تبادل لمعارك حربية، وكان هناك تبادل والتوقيع على عدد من الاتفاقيات.
محمد صديق معنين مقتنع أن المذكرات تشكل وسيلة فعالة لمحاربة النسيان وتجاوز أي قطيعة يمكن أن تحدث بين الأجيال، وللمحافظة وإدكاء الروح الوطنية أصدر سلسلة من المذكرات في 6 أجزاء. قلت لماذا لا أكتب مذكراتي أنا الصحفي الذي عشت وسط الأحداث وتعرفت على الرجال وعشت عدد من المشاكل السياسية والتنقلات وكنت محظوظا لأنني رافقت الملك الراحل الحسن الثاني في عدد من زياراته في الداخل وفي الخارج. كل هذه الذكريات لم أريد أن أحتفظ بها لشخصي وأن أرحل. محمد صديق معني أنه كان لعقود في قلب الحدث يتذكره المغاربة قاطبة بكل حس وطني، حيث قام بتغطية المسيرة الخضراء. تاريخ مشرق، رأيت عشرات الآلاف من الناس وآلاف ديال الأعلام الحمراء، كانت أمواج حمراء والناس وكل شيء تغوت، شي تيقول الله أكبر، شي تيقول الله صلى الله عليك رسول الله، العيالة تزغرته. حسيت أنا الآن تنحس بنفس الإحساس اللي شعرت به في ذاك الوقت، الجسم ديالي ارتعش. هو يجلس يوميا لساعات طوال في المكتبة قرب هذه المؤلفات، وذلك لتوثيق بعض الأحداث أو الكتابة أو المطالعة. ولكن لابد خصني نكتب بحال واحد الرياضة يومية، خصني ما سامحش فيها. المكتبة في كلمة، المكتبة في حياتك شنو كتمثل لك؟ المكتبة هي واحد الذاكرة غنية اللي خلتني طيلة حياتي نعيش مع واحد العدد كبير المفكرين والكتاب والأدباء، فأنا في هذه المكتبة تشعر بأنني في داري. وكذلك يكتب حتى لا تتعرض الذاكرة إلى التلاشي. ومنيا المستاري مسار من الإبداع زجلا وشعرا، التحام مع اللغة الأم، إبحار في قلعة الصورة الشعرية، قصائد مليئة بالحياة بالطمأنينة، اهتمام بالمحيط الإنساني وتفاعل يومي مع الأحداث. الكتابة بالنسبة لها ضرورة في الحياة. والبورتري لإيمان سلوي، نور الدين صابر، وأسماء التازي. في العودة إلى البيت شغف ينتظر مبدعة زجالة، سيدة تكتب بل تخلق من الحروف ملاحمة، زجل شعر وأشياء أخرى. أكثر من 100 قصيدة فاض الديوان بموهبة في النظم منذ الطفولة. الشمعة تحكي دمعة، دمعة شمعة طفلة في أيام المتعة، ما لعبات ما تمنات، تقمعات بكات ومشكات، القوت خوتها وفرات. أنا ما نقدرش يدوز النهار وما نكتبش شي حاجة، ضروري خصني نكتب في النهار شي حاجة، نكتب أبسط الأشياء. إلا ما قدرش نكتب وعرفت واحد الموقف اللي ما عجبنيش، كنكتب مثل شعبي تنخرجوا هذيك الساعة. عجيب فهمتي، ما خصهاش تبقى عندي الحاجه، خصها تخرج، ما خصهاش تخرج عندي بعنف، ضد العنف. وتواعدني بالسمر اللي بكيته في الليالي العصر والظهر، ونضحك ضحكه تبرق ليها سمايه، ونضم ونقول يا المطر. كتابه اقرب الى الحلول في اللغه، ومن ثم القرب من حاله صفاء في الروح. نشكر الخالق الامر، شكر ما له اخر. نكتب اول واحد تنقرا ليه الام ديالي، وأول وحدة كتشجعني وكتقول يا ابنتي هادشي اللي كديري زوين. أول عندي أول مترقي هي الأم ديالي، ويعني طاقة كنا محتاجين الطاقة إيجابية، تناخدها دابور من بيانسوه من الله عز وجل ومن الأم ديالي، كناخد طاقة جميلة. ضيعت الدقائق والساعات في التخمام والبهات، غانات هانات وللغير مشكات، لضيمها خبات وما بكات، وفي بحر الآهات غرقات، نتمنى لها أجر بعد الممات. ترتبط أكثر بالقصيدة الأم، حيث الرمز والحضور لأقرب الناس، منيع محبة وعطاء. أول الكلام نظم وقريحة، ما سيأتي اسمعوه. يا بلادي يا محلاك، نحبك وكل اشتياق، والله ماني فرحان بهذا الفراق، دري ما يفهمو غير اللي يشرب ماك، عاش معاك تنسم هو نسايمك وهواك. وحياة جامة ومعرض تشكيلي هو خلاصة أحاسيس،
اشتغال على خبايا النفس ودعوة للفرح من الجزء إلى الكل، يكون اللون وسيلة والغاية فرح حين تترقص الألوان والجزئيات. تجربة هي جزء من أسطورة. عبد الإله مزاحيم، وفاء الدكالي، والتعليق لعبد الحميد جبران. معرض هو بيان، في كل لوحة إحساس أو إعلان عن حالة نفسية. إطار اللوحة أيضا قرار حصار لأحاسيس تعاش لكنها لا تنمحي، تتحول كمن يعزف آلة بأنامل ساحرة. بزاف الحوايج افتقدناها، افتقدنا واحد الإحساس بالفرحة واللمة مع العائلة، إحساس بالسلام، الإحساس بالعناق، إحساس بالحرية، إحساس بالسفر. هذه كلها أحاسيس اللي دخلناها في الداخل تاعنا وبقات مكبوتة فينا، ولكن ما قدرناش نعبر عليها بزاف لأن احنا كنا باغيين الحياة، ومن أجل الحياة درنا كل شيء، ضحينا بكل شيء لأننا تنستحق الحياة، والحياة تستحق باش نضحيو من أجلها. حياة جامة تشتغل على الجزء ثم تصبه في الكل، فيرقص الجزء في الكل لونا وضوءا، وتنتشي اللوحة بولادة جديدة. حاولت نعبر على هذه الأحاسيس بالألوان، حاولت نشكل الألوان، حاولت نرقص الألوان، نلحنها من أجل الحياة. في مجمله عمل على الأحاسيس، كي يرى الناس لوحة ثم يذهبون أقل حزنا وأكثر مرحا. إذا دققنا النظر في اللوحات سنلاحظ تطابقا مهما، كأنما كل لوحة جزء من سفر في الكون تقوم ببنائه وإعادة تفكيكه. إنها طريقة معاصرة، البناء ثم الهدم يعطي خلاصة مهمة، هي التناسق والتمازج والتماهي. هكذا تنتظر الأحاسيس من يخلصها باللون والفرشاة. هو بحث عن فرح محتمل يرقص في الرقص. إلى هنا تنتهي الصفحة الثقافية، وأعود إليك نادية. شكرا لك عبد الرحيم، ونختم بورقة رياضية. برسم الجولة التاسعة من الدوري الاحترافي لكرة القدم، عاد فريق الجيش الملكي بفوز ثمين من ميدان فريق النهضة البركانية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. خالد رغوت. بعد خروجه منافسات كأس العرش أمام ضيفه المغرب الفاسي هزيمة أخرى في أقل من 5 أيام يمنى بها فريق النهضة البركانية برسم منافسات البطولة الاحترافية، هذه المرة أمام فريق الجيش الملكي وبنتيجة 2-1. فرغم أن الفريق البركاني كان هو السباق لتسجيل منذ الدقيقة 37 من المباراة برأسية مركزة للاعب البوركينابي يوسف وديو، وذلك بعد تمريرة رائعة وعلى المقاس من زميله عمر النمساوي ليسكن الكرة في شباك الحارس أيوب الكرد. بعد ذلك أصبحت السيطرة لفريق الجيش الملكي الذي هدد في أكثر من مناسبة مرمى الحارس أمين الوعد حارس مرمى فريق النهضة البركانية، وذلك من خلال التسديدات القوية للعميد جلال الدودي. وأمام التراجع الواضح لفريق النهضة البركانية أصبح فريق الجيش الملكي أكثر إصرارا على تسجيل هدف التعادل، هذا الهدف الذي تأتى له مع بداية الشوط الثاني من المباراة بواسطة اللاعب محمد الخلوي الذي استغل كرة جانبية من زميله جلال الدودي ليهزم الحارس أمين الوعد حارس مرمى فريق النهضة البركانية. وأمام الأخطاء المتكررة على مستوى دفاع فريق النهضة البركانية، المهاجم الإيفواري جوزيف كناداو وبرأسية مركزة يسكن الكرة في الجهة اليمنى من شباك الحارس أمين الوعد، معلنا بذلك عن الهدف الثاني وهدف الفوز لفريق الجيش الملكي في هذه المواجهة. هزيمة جعلت مدرب الفريق البركاني يقدم استقالته من تدريب الفريق. حاولت أن نعطي كل شيء للفريق وعطيت كل شيء للفريق، للأسف يمكن لي نقول لك بأن اليوم كنقول بأن كنتمنى من الله باش أن تقبل الاستقالة ديالي، كنتمنى من الله وكنتمنى الله حظ وفير لهذا الفريق هذا العظيم، للجمهور العظيم، للمكتب العظيم، وكنتمنى حظ جيد، وكنتمنى من الله الاستقالة ديالي اللي كنقولها الآن تقبل إن شاء الله الرحمن الرحيم. نذكر في الختام بالعناوين.
خسائر مادية تخلفها الأمطار الغزيرة التي شهدتها كل من تطوان والمضيق والفنيدق والقصر الصغير، ارتفاع في منسوب المياه وعرقلة لحركة المرور. بالمهدية عملية أمنية مشتركة تسفر عن إجهاض محاولة لتهريب الدول المخدرات عبر المسالك البحرية وحجز ما يناهز 9 أطنان من مخدر الشيرة. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشاريع قوانين تنظيمية مؤثرة للمنظومة الانتخابية تتعلق بمجلسي النواب والمستشارين وبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ثم بالأحزاب السياسية. الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 متواصلة، والوحدات المتنقلة تعمل على تأمين التلقيح للأشخاص المسنين الذين لم تسعفهم الظروف الصحية من التنقل. نشكركم على المتابعة، إلى الغد إن شاء الله.